رأسمالي، موضوعنا اليوم تكيس المبيض أو تكيس المبيض، وموضوع شائع اللي كنرجع له طبيعة الحال في البرنامج نظرا لأهمية دياله، نظرا لأن يعني العديد من النساء اللي ربما ولا الفتيات اللي ما تيردوش البال لهذا التكيس ديال المبيض، وربما كيكون خلط ما بين تكيس المبيض أو المبيض و الكيست ديال المبيض. معنا دكتور معاد العالمي الأخصائي في أمراض النساء وفي التوليد، رئيس المنظمة المغربية لأطباء بلا حدود بتمارة. ممكن تواصلوا معنا إلى عندكم سؤال في الموضوع على الرقم 05 37 70 59 39. دكتور معاد العالمي صباح الخير، شكرا على تلبيتك للدعوة مرة أخرى. صباح الخير حنان، وصباح جميع المستمعين والمستمعات، شكرا على استضافة هذه القناة ديالكم وهذه المواضيع الجيدة اللي تقوموا بها. شكرا لك دكتور معاذ. بداية نعود نشرح للسيدات التكيس المبيض أو التكيس المبيض بالضبط شنو هو بالضبط دكتور معاذ؟ بين التكيس المبيض وهو عبارة عن سيدات يعانينا واحد عدم الإباضة. عدم الإباضة. نعم. الإباضة ما تتكونش. إذا هنا تتكون الدورة الدموية ما كيناش. دونك هنا عبارة عن باش نشرح السيدات يكونوا عارفين شوية بالدنيا. تكيس المبيض تكون السيدات عندهم تبويض كل شهر. واحد 6 أو 7 تبويضات باش يوصلوا واحد النهار ديال 15 أو 16 ويخرج منهم واحد البيضة أخرى بيضة خ صالحة للحمل. فبالأحرى هنا تنشوفوا بأن تجي ذاك الفرصة ذاك تحدث وحدة ما تتقد تاخذ فيهم غيادة في ذاك 700 ديال البويضات باش تخرج وتعملنا إبادة. إبادة نعم. إذا تتنفقوا وتبقوا تجي الشهر أخو تتراكموا عليهم تبويضات أخرين مما تيأذي واحد المبيض يرجع من فوق وكبير وتعطي أول حاجة تتخوبل في السيكل المستقيم، يعني العادة الشهرية تترجع فيها تبقاش تجي في الوقت، تعمل لهم شهر ونص شهرين 3 شهور. أول حاجة هذا أول عرض يعني من الأعراض. أول عرض هو تخوبل في العادة الشهرية. نعم. أول حاجة عندهم مشكل في العادة الشهرية ما تجيش في الوقت يعني هذا عدم انتظام العادة الشهرية. نعم. يعني هذا هو المشكل اللي تخلو السيدات يجيو يستشعروا الدكتور على علاش هذا المشكل هذا. ثاني حاجة السيدات يكون عندهم زيادة في الوزن. السيدة تتحس براسها عندها زيادة في الوزن، عندها واحد القوة جسمانية بين لعبتي مع صاحب الضربات قد تضرها. علاش؟ لأن تيكون عندهم الهرمونات الذكورية عالية على الهرمونات الأنوثة. لا الهرمونات النسوية تعرفوا لي الاستروجين هما الهرمونات النسوية والاندروجين هما الهرمونات الذكورية. إذا هاد الهرمونات تيكون عندهم على مستوى طالع بزاف. نعم. هو اللي تيؤدي لهذا العدم انتظام الدورة الشهرية. هاد المشكل اللي تيوقع لهم هو هاد هاد الهرمونات الذكورية تعطيهم أول حاجة زيادة في الشعر، يكون عندهم الشعر زايد صدر في الفخذ على مستوى الفخذين في البطن تكون عندهم الشعر زايد والشعر تكون قوية لغاتهم ديالها قوية الشعر. ثانيا تيسحبهم حتى من بعد هاد الشعر الصوت ديالهم تيغلط، تيكون عندهم الصوت غلط لأن رجعوا بحال الذكور بحال الذكور تقريبا. ثانيا تتبعهم تيطيح لهم الشعر لان العفو بان هذا الاندروجين تيطيحوا الشعر علامه الذكوره تلقى الرجال عند تصول على العياده. ثالثا هاد قلنا ثالثا تتنوض واحد العلامات عندهم واحد العلامات ديطاش في العنق ديالهم في الاذن ديالهم وهذا ناتج على المشكل الثالث والمهم هو مقاومه الانسولين. نعم. دونك شنو هو مقاومه الانسولين باش واحد النظره نعطيوها؟ نعم تفضل. لان الانسولين شنو هو الخدمه ديالو؟ الانسان ملي تياكل ديك الماكله تتعصر على حسب الجلوكوز السكريات. نعم. تيقبض الانسولين تيجي تقبض داك الجلوكوز وتيدخلو الخلايا هي الخدمه ديالو، يعني كل ما كلينا بزاف او حلويت بزاف تيخرج داك الهرمون ديال الانسولين وتيحاول يدخل داك الجلوكوز باش يعطينا الطاقه. فهاد الحالات هادو
الجسم تيقاوم هذا الانسولين هذا، يعني ديك الجسم ديك الخلايا الانسولين ما تيقدش يدخل الخلايا السكريات للجسم. الوغ البنكرياس تقول يمكن راه الجسم استهلك انسولين كثير خصني نزيد كميه الانسولين. دونك تبقى تفرز كميه زائده على العادي على العادي. نعم. ومن تفرز كميه زائده انت تعطي هذا الشيء تعطي التهابات. التهابات ترجع عاوتاني كما قلنا ترجع التهابات على المبيض. نعم. انتفاض تكون عندهم فف على باغا تكون المبيض تلقاها عنده ذاك لاكوش اللي على باغا ديالو غليظه وذاك لو ليكيد الاستروجين اللي فيه اللي خصو يخرج هذاك البواده تيكثر وتيكون فخو المبايض عاوتاني. وهنا تنقولوا دابا تنقدروا نقولوا نشخصوا بان هنا كاين تكيس المبايض. المبايض نعم. غادي ناخذوا زهور من الريش. لا زهور السلام عليكم. عليكم السلام على الحنان. لاباس عليك كلشي بخير؟ الحمد لله ربي يخليك. تفضلي شنو السؤال ديالك لا زهور؟ الله يخليك. السؤال ديالي الدكتور مرات خويا كاينه معانا وكانت حيدت كانت حيدتهم هذه شي تكون شي 4 سنين هذه ولا وهذه اليامات كانت قرطتها ديك المراره وكانت مشات تزوجت قلت لواحد الطبيبه راه عاوتاني كيترباو ديك شي وحدين هي صغار. هادو شنو هما؟ كيترباو لها كرات صغيورين كرات في الرحم عندها في الرحم ديالها هما اللي حيدات في الاول ودابا ولاو كيترباو عاود. وكيعاود قالت لها راه عندك عاوتاني وحدين غير صغيورين والعاده الشهريه ملي كتجيها تتجيها مجهده بزاف وكدير لها واحد الحاله. وهي واش هاد الشيء هو اللي يخليها الحامل ما عندهاش؟ انا والده غير ولدت جوج خلاص ديال الدراري ولدها دا راه كبير دابا راه كيقرا في الثامنه ومن هذيك صافي ما عاودتش ولدت. واخا لالا شنو السؤال ديالك؟ هو واش عنده علاقه بال يعني بالعقم ولا بتاخر الانجاب؟ شحال في عمرها؟ واش هو كيعاودوا يتربى؟ شحال في عمرها؟ عندها 30 سنة. 30 سنة. شحال السن اللي ولدت فيه؟ هي المهم انا غنفهم. تفضل دكتور معاذ. تفضل. هذا الوغام الوليفي او الميوم او الفيبروم. نعم. اذا السيده السؤال ديالها حيداتو مرجعو. إذن هنا شوف ورغم اللي في أول سيدة أولا ما خصهم تتخلعوا لأن هو ماشي سرطان أول حاجة أو تتسمى الكرة في الوالدة كما تيقولوا المغربية دونك ماشي سرطان ما تخلعش منه. ثانيا هاد السيدة الورم تيعمل لها نزيف. إذن هنا كاين تلقاو ثلاث أنواع علاش واش تحمل ولا ما تحملش. نعم. كاين ثلاث أنواع ديال هاد الورم على حسب لا لوكاليزاسيون دونك فين كاين. إذا كان خارج الرحم وما تيكبرش بزاف راه السيدة تتحمل به. نعم. تيكون في 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 عضله الرحم هنا المشكل. كاين سيده تتحمل به ولكن تطيح على 4 شهور او 3 او 5 شهور ما غنولاو ثاني اذن راه خصو يتحيد. وفي بعض الحالات يمكن السيده تحمل وتنتبعوه هذا الحمل مع هذاك الفيبروم وتنحيدوه عمليه القصاغي. ولكن هذه السيده هذه حيدات ترجع لان نقول لك شنو كاين. كاين واحد وفي بزاف ديال الحالات كاين فيه النمو السريع النمو البطيء. كاين السيدات اللي عندها هاد الكره هادي وعايشه بها وتولد بها مع ما عرفت عندها الكره. الكره نعم. كاين السيدات اللي تيكون عندها تي عندها ذاك الورم السريع النمو السريع ديالو يعني تيجي. دونك هادي تبان تحيدات هاد الكره تكون وحدين صغيورين. تيكونوا صغير على حبات بحال حبات بحال المحمصه. اييه. دايرين في الرحم ما تيبانوش. واخا تيكونوا بزاف يعني اون فوا تتحيد ذاك الكبار عاوتاني هما تيبداو يكبروا. السبب ما معروفش منين. ولكن هاد السيده اذا كانت عندها نزيف وعند تأدي الفقر الدم هذا من العوامل المنزل اللي كتسوق اللي خصها دير العمليه وتحيدو. تحيدو وتحيدو يمكن لها تحمل خاصه اذا كانت العمر ديالها 36 هذا يمكن لها تحمل ولكن تحيدو نتيجه نزيف وتنضغ على الصحه. نعم. هذا شيء. نعم. شكرا لك لازور. غادي نرجعوا للتكيس المبيض دكتور معاذ. واش كيمنع الحمل؟ طبعا دابا هو المشكل ديال التكيس المبيض هو الحمل ما كاينش ما كاينش ما كاينش انتظام في الدوره الدمويه اذا ما كاينش حمل. اذا هذا هما واش هو خطير التكيس المبيض؟ هل هو مرض خطير؟ هو بحال نقولوا واحد الاعاقه السيدات
إعاقة. نعم إعاقة أنا تنظم لأن السيدة تجي عندها صعاب كثير. عندها لا ماس مسكلة كثيرة وزن كثير. نعم مقاومة للإنسولين مقاومة تيكون عندها واحد الكش زايدة زايدة كش وهذا ممكن هي غادي نقولوا باش ما غادي نصحها للسيدات اللي عندهم شخص عندهم هذا التكيس المبيض أول حاجة غادي نصحهم بعد أول حاجة الله حسب بزاف ديال السيدات تيجي عندي لأن تياخذوا شي أدوية على 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 في الإنترنت نعم معروف الأعشاب ولا ما عرفتش معروفاش المصادر ديالها وما تاخذيش هذا والعشبة لأن عارفين الناس عارفين هذا المرض العلاج ديالو صعيب وما كاينش زعما شي علاج 100% تماما دونك تنتاجوا لهذا الطرق دونك اول حاجه تنصحهم ما ياخذوش شي حاجه معروفه المصدر ديالها تقدر تعمل لهم شي تسممات او شي حاجه اول حاجه ثاني حاجه شنو تنصح انا السيدات اللي تيجيو عندي اول حاجه خصهم ينقصوا الوزن الوزن خصو ينقص لان هذه المقاومه الانسولين تخليها المراه تكبر وزعما تغلط دغيا نعم تزيد في الوزن بسرعه نقص الوزن بسرعه ومحدو كاين الوزن اذا غير ما كاينش دائما داك الشحمة تدوز على المصغر تنفق على المبيض اذا ما كاينش حمل ما كاينش اباضه ما كاينش اذا السيده اللي باغات قال لك اللي بقى اللي بغى يصبر على قياس النعل اذا خصها دير ريجيم والسيده تكون عندهم واحد الشهاها في الاكل لا 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 ديك ديك لاماس غريسوس تطلب لهم واحد الجوع يعني تيكونوا لا طوندونس ياكلوا بغيو ياكلوا لي تيبان الحلاوي الملوي الشربات الغازيه يعني تيحماقوا على هذا الماكله لان اول حاجه خصها نعطيها اول حاجه توقف نمط اكل صحي شنو هو نمط اكل صحي اذا تركز على الخضار الخضار الفواكه بحال دابا دابا تاخذ البريكولي تاخذ الخاص فوصولية تاخذ داكشي اللي فيه خضار ثاني حاجه تحيد الدهنيات الدهنيات نعم الدهنيات يعني تاخذ السمك اللي فيه اوميغا 3 بحال السرديد تاخذ الدجاج الرومي شي حاجه اللي ما فيهاش البروتين او الدجاج بصفه عامه ثالث حاجه تحيد قلنا داك الدقيق الابيض وما محتوياته من الفيتامين وهذا عرفنا شنو هذا ظاهره ديال الناس تاكل بزاف هاد يعني حتى المخبزات تصبح تتسفل منهم الانواع ديال هاد الحلويات نعم الحلويات نعم حلويات يعني الانسان صعيب يرجع بحال واحد ساعات واحد لاديكسيون تماما ادمان على هاد المواد هذه ادمان على هاد الحلويات اللي تشكلوا بهاد لي دونوت وهاد الشيء اللي عامه سكريات وعامه دونك تحيد هاد الشيء وثانيا تنصحها بالرياضه يعني الرياضه المشي الجري يدخل لاجيم فهمتيني نعم تنظم الغذاء ديالها ثالث حاجه تنظيم النوم ديالها لان محل ضروري في الوقت ديالها غادي تيطلع الهرمون ديال الكورتيزون هو تزيد مشكل في هذه المشاكل ديال الهرمون ديال اللي عندها اذا تنظيم الاكل ديالها تنظيم النوم ديالها تاخذ يعني باعتبار ديالها لان السيده السوم يعبر اللي عندها اكثر من 79 سنتيمتر اكثر من الخصر ديالها راه عندها اوبيزيتي يعني خص وخاصة برا وليدات خاصها تصبر اكثر من 79 سنتيمتر نعم سنتيمتر في مطير في محيط الخصر نعم محيط الخصر على الصغر اذا هنا السيدات يعرفوا بان الا نقصوا الوزن واحد 50% راه غادي تحمل ماشي ضروري تاخذ ادويه يعني عرفوا العلاج يعني كيفاش العلاج كي كيكون ديال التكيس المبيض دكتور لا انا عطيتك دابا قبل ما ندوز للعلاج الوقايه هذه الوقايه اللي ذكرنا لا داخله في العلاج داخله في العلاج يعني علاش نقول دابا العلاج ديال التكيس ماشي بحال دابا جا الانسان مريض الطونسيون مثلا كنعبروا له الطونسيون تخطيط هذا تنقول خصك تاخذ هذه الدواء ديال الطونسيون مثلا بعد خمس ايام او سيمانه الطونسيون تتقاد صافي تيرجع يدير كونترول ديالو دونك هنا ماشي هنا بهذا التكيس ماشي غنعطيو هذا الدواء صافي خمس ايام او شهر او شهرين صافي غادي تتقاد الامور لا حنا تنعطيو الادويه اول حاجه باش نقادوا الدوره الدمويه اول حاجه ثاني حاجه دي تنعطيو تبويض اصطناعي باش تخرج الاباضه يعني كل شخص تعطي داك الاباضه ثالث حاجه في بعض الحالات ملي يكون التكيس المبيض كبار ومنفوخين وعامرين بالماء تنعملوا شنو تنعملوا هنايا تنحاولوا نعم الو كنسمعوك دكتور تفضل تنحاولوا هنايا نعملوا واحد العمليه بالمنبار يعني تسمى دريلين تنحاولوا ندخلوا واحد تنثقبوا داك البويضات هكا بهذا المغربي وتيخرج واحد البويض تيتفشوا لانهم منفوخين
دونك من اتش في الشهر هنايا يمكن تصبح الاباضه لان تنحاول داك داك التراكم ديال الفلويد اللي في المبيض مع داك داك الليكيد استروجينيك اللي تيكون تمايا تنفق داك التبويض دونك تنثقبوهم تنكويوهم وتيخرج داك الماء وتيتفشوا وهنا تنشط الاباضه. اذا هنا قلت لك العلاج تيبدا اول حاجه ماشي انا قلت لك ماشي بالطبع انت ما غادي تجي عندي غنعطيها هذه النصائح ونقول لها داخله في العلاج وهذا وهذا ونعطيها نعطيوها حبوب من اللحم الخاصه. هنا السيده تمشي عند راجل يقول لها ويدي وانت تمشي عند الطبيب عطاك يولي عطاك الدواء للولاده وعطاك الطبيب ديال عطاك من نعم وحيدي هذا الدواء وشوفي طبيب اخر. ان هنا ما تكونش الثقه ديال المريض تتكون استشاره مشاكل تتحمقوها لان عارفين هذا المرض هذا شوف باش عرفوا ان هاد السيدات هادو اللي عندهم هاد التكليف اللي سموه دوكو فيه بزاف ديال الحالات راه ماشي الدواء ما تعطيو يعطي الدواء خاصها تعمل سمع الطبيب النصائح ديالو. ثاني حاجه تنعطيو لو غليكوفاج او لا ميتروفوربين وتعرفين واحد العلاج باش نوقفوا داك الانسولين زايد خاصنا نعطيه واحد الدواء باش نكبحوا الخروج ديالو لان تنكبحوا الخروج ديالو حتى هو انا السيده ما تتبقاش داك التراكم ديال الدهنيه تتساعدها لوفير ما بغيتيش تنقص شويه تتحصل التبويض اذا تنساعدوها بالادويه فهمتي. نعم ثالث حاجه كما قلنا تندوزو لا ستيميلاسيون اوفاريان هنا عاوتاني تنعطي واحد النصيحه للسيدات اتونسيون نعطيك حذاري حذاري باش تاخذوا هذوك المنشطات لان السيدات اللي مسكيين في المبيض ما المنشطات خطير عليهم الا خداوهم بصفه عشوائيه تيبقى لي بيغ ستيميلاسيون اوفاريان يعني حنا اطباء اختصاصيين وملي تنعالجو بالاباريه بالادويه تنكونوا حذرين مع هاد السيدات هادو لان ان فوا تعطيه غير واحد الدوز صغير داك المبيض تيتنفخ بزاف نعم فهمتيني وتعطي تكيسات خارج المبيض وداك الشيء خاطر تصبح واحد الالم عمليه جراحيه دونك فلهذا تنصحو ما ياخذوش العشوائيه تكون واحد اختصاصي جيت تنصحو ثاني هاد المنشطات 50 ايام في العاده الشهريه وحملت تبقى تاخذهم وتبقى تاخذهم كل شهر وتيسببوا سرطان عنق رحم سرطان للاسف دونك هادو اللي هنا تسيت المنشطين تسيت التكيس المبيض حنا اطباء تنكونوا تخي 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 مينيسيين معاهم في هاد لا دوز وتنعطيو لا دوز 48 ساعه نراقبوا داك لا دوز واش كيفاش دونك عمليه معقده عليه. نعم ثالث حاجه قلنا ملي تنعطيو هاد المنشطات هادو من بعد تنشوفوا شنو كاين الا ما حصلش الحمل وكانت السيده في واحد السن ديالها حارس وحتى بعد غير رجعت هاد العمليه وما جابش الله اذا تندوزو الفصل الاخيره هو التلقيح التلقيح باش ما نضيعوش الوقت. نعم إذا دكتور معاذ العالمي الأخصائي في أمراض النساء وفي التوليد رئيس المنظمة المغربية لأطباء بلا حدود شكرا جزيلا على التوضيحات وعلى تلبيتك الدعوة وإلى فرصة قادمة بحول الله شكرا لك صباحك سعيد.